من وادي الصرار سنة 92 مع عزت السعيد في موسم قطف الزيتون. منهمكون في هذه الأيام في خراط خرط الزيتون. أراهم زائرين في الصباح الباكر أولادا وبنات وشبان في طريقهم إلى خرط الزيتون. هذه إحدى السيارات الواقفة على جانب الطريق هي للشبان والذين جاءوا لقطف الزيتون وتجميله ونحله إلى المعاصر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا بشباب الإخوان. منين؟ من سلوان. أهلا وسهلا فيكم. وكيف شايفين موسم الزيتون السنة؟ منيح؟ طلع أسمع صوتك لأنه على الأسفلت أنا بعيد. مش بطال. درستوا منه؟ شو بخبروا عن النتيجة؟ منيح؟ الحمد لله. وإن شاء الله إنه إخوانكم في المهجر وأينما وجدوا اللي بيشوف هذا التيب هذا الشريط المسجل عن بلادنا وعن موسم الزيتون إنه بنبسطوا وبتذكروا إنه في إلهم إخوان بتعبوا وبشكوا في صمودهم في هذه البلد وصمدوا بحمد الله. وها هم شباب المستقبل الجيل الجديد بيشتغلوا من قلب ورب زي ما بقولوا في بلادنا. وإن شاء الله إنه بكون موسمكم كويس وجيد هذه السنة. فيكم حد في أمريكا أخوان؟ وين؟ في دالاس؟ لا والله أنا في نيويورك. في دالاس. سلوادي في دالاس. أنا بعرف حياة أم عمر. عندها أولاد اثنين كانوا في أمريكا وأظن بنت أو تنتين. كانت تشتغل مضيف الطيران. هذول اللي بعرفهم من سلواد كانوا يزوروا دار عمي. الله أعلم وين صفر. بصور هيك وين ما بشوف ناس بميل عليهم بجمع فيلم وان شاء الله انه باخذوا معي على امريكا وبنقول عنه فيلم من القاط الزيتون حتى درسه حتى يحطوه في صحن مع زي ما بيقولوا زيت ودقه وخبز. طيب شكرا يا اخوان واتمنى لكم التوفيق في عملكم. السلام عليكم. هاتكم هذا كله لكم. هذا مثل الوادي المنطقة هاي. تمام. الله يوفقكم ويثبتكم في بلادكم. هذا وادي الصرار كما أعرف.
الزيتون وخرده. البنات لبسات أحمر. زيتا صافيا. الآن أقترب من المفرق اللي يوصل للنابلس القدس. لا تزالون مع عزة الحواري في الضفة الغربية وفي عيون الحرمية تحت سلواد. في عيون الحرمية طريق نابلس القدس. نحن في وسط الطريق ما بين نابلس جبل النار، عاصمة جبل النار، والقدس الشريف. هذه عيون حرمية قبل ما يغيروها اليهود. على الله والله. على الله. وصلنا يتمة. هذه يتمة أمامي، وإلى هنا انتهى توقيت الفيلم، وإلى أفلام أخرى مع عزة الحواري. لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.